نبتدي حلقتنا دلوقتي بأهم العناوين. الأهلي في مواجهة صعبة مع هورايا الغيني الليلة. كارتيرون جاهزون لكل الاحتمالات رغم الإصابات. إقبال جماهيري كبير على مواجهة السلام بين الأهلي وهورايا. الأهلي يجهز العمومية التاريخية 28 سبتمبر. إشادات غير مسبوقة بلائحة النادي الأهلي للنظام الأساسي. في 3 دقائق و10 لعيبة النادي الأهلي يهزم بيراميدز برباعية. صلاح وموعد جديد مع السعادة بعد غد الاثنين.